فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هذه الجمعيات المصغرة التي يعملها المدرسون في مدارسهم أو الموظفون في إداراتهم نرى فيها، وهي معروفة للجميع طبعا. لا أعرفها. نعم يمكن أنا أعرفها يمكن غير ما أعرفها. نعم أحسن. يشترك فيها الموظفون وعدهم نفرض أنهم 20 شخصا وكل منهم يدفع 2000 ريال كل شهر فيأخذونها بالتناوب. يدفعها لمن؟ يدفعونها لأحد. نعم. وهكذا بالتناوب. فإذا دفعوا له 2000 صارت 20 مثلا. صار عنده 20,000. نعم. 2000 من جهته و18 من جهة ربه. نعم. ويأخذونها بالتناوب. نعم. ولكن نرى أن في هذه الجمعية شرط وهو شرط الإقراض. نعم. يشترطون على الشخص أن يقرض لكي يقترض. فهل في هذا الشرط يعني؟ أبدا هذا ليس فيه شيء. هذا ليس فيه شيء وهو من الوفاء بالعهد. لأنهم مثلا إذا جمعوا 18,000 وأعطوها فلانا فلا بد أن يوفي. لو واحد منهم مثلا قال أنا ما عندي أدفع ولكن أريد أن تقرضوني ما أقرضه. إي معلوم لأن مشتركة. لكن ألا يجر في المصلحة في هذا؟ لا أبدا. أقرض يقرض. أبدا لأن هذه المصلحة للجميع. والمصلحة الممنوعة إذا كان الذي ينتفع هو المقرض وحده، أما إذا كان من الجانبين فلا بأس. ومن ذلك أي من الذي يكون فيه مصلحة من الجانبين إذا كان عند إنسان عنده أرض بوع فجاءه مزارع وقال أريد أن أزرعها بشرط أن تقرضني لشراء البذر وإجرة المال وما أشبه ذلك، فقال نعم فلا بأس بهذا. لأن هنا انتفع من؟ انتفع الزارع وانتفع صاحب الأرض ولا بأس بها. الممنوع أن يكون الانتفاع للمقرض وحده، لأنه في هذه الحال هو الذي يأخذ الربا. إذا أقرض مثل 10,000 واشترط شرط آخر يستفيد منه صار كأنه أقرض 10 وأخذ 10 وزيادة، وحينئذ يكون ربا. أما إذا كان لمصلحة الطرفين فلا بأس بذلك. وقد ذكر هذا يعني أنه إذا كان قرض لمصلحة الطرفين ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن، تهذيب سنن أبي داود. نعم.